اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم عندي فقره مهمه جدا في هذا الجزء من الحلقه اللي هيكون معايا رئيس نادي يانج افريكانز مستر هيرسي علي سعيد، رئيس نادي يانج افريكانز واول رئيس لرابطه الانديه الافريقيه وعضو اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي لكره القدم. خليني ارحب بيه على الهواء مباشره. اهلا بك يا مستر هيرسي. شكرا جزيلا لكم. شكرا. اولا خليني ابدا معاك ومباراه مهمه جدا يوم الجمعه القادم بين النادي الاهلي ونادي يانج افريكانز. قبل ما نتكلم عن المباراه، كيف ترى النادي الاهلي كمنظومه رياضيه الانجح في القاره الافريقيه؟ Thank you very much for hosting. اولا شكرا على استضافتي في هذا البرنامج التاريخي للنادي الأهلي. أنا سعيد جدا لتواجدي معكم الليلة. أود أن أقول أني معجب جدا بالنادي الأهلي كنادي رياضي. هو الأكبر في القارة الإفريقية، هو نادي القرن بالطبع، ونادي يانج أفريكانز ومتابعي سعداء لأننا هنا في النادي الأهلي ونواجه النادي الأهلي. هل هناك علاقات قوية من جانبكم كرئيس للنادي تجمعك مع إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة؟ نعم بالطبع، لدينا علاقة قوية جدا بأحد نواب رئيس النادي الأهلي من قبل. هو تم انتخابه كعضو في الاتحاد الافريقي من قبل، وقد تقابلنا في عام 2023. هو الان عضو في لجنة التنفيذية في الاتحاد الافريقي وهو الان متواجد هنا في القاهرة ممثلا للاتحاد الافريقي. طيب ذكرياتك بقى عن الكرة المصرية واهم المواجهات اللي الحقيقة اللي لا تختلف او لا تنساها من ذاكرتك. في الواقع لأكون صادقا، انا مشجع كبير لمحمد صلاح، انا اللاعب المصري الذي يلعب ليفربول. انا مشجع كبير لنادي ليفربول كذلك. لم اكن سعيدا حينما اصيب في عام 2018 في نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد، ومصر بالطبع افتقدته في كاس العالم. كانت لحظات صعبه، انا شعرت بالسوء لمصر وبالنسبة لمحمد صلاح أيضا، لأنه خسر الفرصة أن يلعب مع منتخبي في كأس العالم 2018.